السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي، مرحبا بكم في حلقة جديدة وفي إعلان جديد. بالنسبة للإعلان إخواني، جاتكم فرصة عمل في أسواق بيم براتب 3200 درهم شهريا. بالنسبة لهذا الفيديو إخواني غنشرح لكم بزاف ديال المعلومات. أولا غنشرح هذه الأسواق ديال بيم المدن فاش كيتواجدوا في المغرب، وكذلك الوثائق المطلوبة للعمل في هذه الأسواق. وبالنسبة للشباب اللي ما عندهمش البكالوريا وما عندهمش الدبلومات، غادي يسالوني تاني واش ممكن لنا نخدموا في هذه الاسواق ديال بيم. غادي نجاوبوا على هذا السؤال، وكذلك غنجاوبوا على طريقه كيفاش غادي ندفعوا الطلب ديالنا لهذه الاسواق ديال بيم. اول شيء اخواني غادي نشوفوا هنايا المدن فاش كتواجد اسواق ديال بيم بالنسبه للشباب اللي غادي يدفعوا لهاد الاسواق هادو، وباغيين يعرفوا المدن فاش كاينين هاد المتاجر هادو. كيف كتشوفوا هنايا كاين متجر في بن قرير، كاين في بني ملال وبن سليمان، وكاين في مرشيد وجديده، الدار البيضاء، فاس، الفقي بن صالح، القنيطره، الخميسه، تخوريبكه، العرايش، مراكش، المحمديه، مكناس، الرباط، اسفي، سلا، صفرو، وسطات بيم بن سيدي قاسم، وكاينه طنجة وتمهر. يعني هادو هما المدن فاش كاينين هاد الاسواق ديال بيم. بالنسبة إخواني الوثائق اللازمة والشروط الخاصة للعمل في أسواق بيم، عندك هنايا جوج ديال الشروط. يمكن لك أنك تجيب دبلوم مهني، لأنك عندك دبلوم ديال التكوين المهني الخاصة باش تخدم في هذا، يعني كل دبلوم أنهم مطلوبين في هذا العمل هذا. يعني هذه غير اختياري، يعني غادي نوريكم الطريقة الثانية باش تخدموا في بيم، يعني بدون دبلومات أو بدون شواهد. بالنسبة للوثيقة الثانية، يعني إثبات عمل او خبره في هذا المجال، المجال ديال العمل في الاسواق. بالنسبه لهذه الوثيقه هذه اللي خصكم تجيبوا انكم دوزتوا دي ستاج او ديجا خدمتوا في شي سوق من الاسواق من غير بيم. يعني كاين بزاف ديال الاسواق خصكم تجيبوا هاد لاتيستاسيون دو ترافاي، او لا يعني لاتيستاسيون دو ستاج اللي ديجا انكم دوزتوا بزاف ديال التجارب في الاسواق. غادي نشوفوا الان الطريقه الثانيه للعمل في هاد السوق ديال بيم، يعني بدون شواهد ولا دبلومات. بالنسبه اخواني للطريقه الثانيه، يعني بالنسبه للشباب اللي ما عندهمش لا شواهد بكالوريا ولا ما عندهمش دبلومات، يمكن لهم انهم يخدموا في اسواق بيم. يعني باي طريقه اخواني، نعم هنالك بعض الوظائف في بيم اللي يعني كتستوجب شهادة العمل، كتطلب فقط الخبرة في مجال العمل المطلوب، مثلا كمجال التنظيف والنقل الوظائع والتعبئة. يعني بالنسبة للناس اللي هما تيخدموا في المجازة اللي كيرتبوا مثلا البضائع، واللي كينقلوا البضائع من المجازة للمجازة، وكذلك الناس اللي كيديروا التنظيف في الأسواق. يعني هذو هما المجالات، وكاين مجالات أخرين. يعني هذو من بين المجالات اللي هما يمكن لك أنكم تخدموا فيهم بدون شواهد ولا دبلومات. بالنسبة اخواني الطريقه ديال التقديم ديال الطلب ديالكم للتوظيف في هذه الاسواق، يعني يجب على المترشح اولا انتاج سيره ذاتيه احترافيه خاليه من الاخطاء، كتضم جميع المعلومات الشخصيه ديالو، فيها الاسم الكامل وفيها العنوان الكامل وفيها المعلومات ديال الاتصال من بينها الرقم الهاتفي وكذلك الجيميل ديالكم، موافقات مع الملف لتعزيز الطلب ديالك في القبول، كيضم المهارات ديالك والخبرات في مركز العمل المقدم له. اذا اخواني بين الوثائق اللي خصك توجد باش تخدم في هذه الوظيفه هذه، انك توجد واحد السيره الذاتيه تكون يعني تكون محترفه، يعني تكون كاتبه بطريقه مزيانه ما يكونش فيها الاخطاء، وكذلك يا اخواني تكون هذه السيره الذاتيه فيها المعلومات ديالك كاملين، الاسم ديالك ويعني الاسم الكامل والعنوان ديالك والعنوان ديال الاتصال اللي هي الرقم الهاتفي، وكذلك جيميل اللي هو شغال، يعني ما يكون عندك جيميل خدام. وكذلك بالنسبه للمرفقات كترفق معهم، بالنسبه للناس اللي عندهم مهارات ودوزوا دي ستاج في اسواق اخرين، يجيبوا لي داتيستاسيون دو ستاج يعززوا بهم هذا السي في ديالهم. اما بالنسبه للناس اللي هما ما عندهمش شواهد وما عندهمش دبلومات، يمكن لهم انهم يديروا واحد السي في بانهم خدموا في اماكن اخرين وعندهم تجارب اخرين في مجالات اخرى اللي غادي يخدموا في هذا الاسواق. بالنسبه اخوان للطريقه ديال الارسال ديال هذا الطلب ديالكم للعمل في اسواق بيم، يمكن لكم اخواني انكم تصيفطوا الدوسي ديالكم في هذا العنوان البريدي اللي هو contact@bim.com. هذا هو البريد الالكتروني الرسمي الخاص بشركه بيم
بيم، بإمكان لكم أنكم تصيفطوا السيرة الذاتية ديالكم والمعلومات ديالكم والمرافقات اللي فيهم الدبلومات ديالكم ويعني والشواهد ديالكم باش تصيفطوا لهذا الشركة هذه. وبالنسبة للناس اللي قلت لكم ما عندهمش لا شواهد وما عندهم دبلومات، يمكن لكم أنكم تصيفطوا السي في ديالكم خاصة لهذا الشركة هذه باش تقبلوا فيها. إذا بالنسبة إخواني الشيء الأهم يعني بعد ما أنكم تصيفطوا السي في، يمكن لكم إخواني يوميا تبعوا وتقلبوا صندوق الرسائل الخاص بالبريد الإلكتروني لكم خاصة، لأن شركة بيم يمكن لها في أي وقت تصيفط لكم الطلب أو لا تصيفط لكم الطلب ديال التقديم لهذا الشركة هذه وتقبلكم وتصيفط لكم واحد الرسالة باش تلتحقوا بالإدارة الخاصة ببيم وتعطيكم المهام ديالكم في هذا الأسواق هذو في أي مدينة بغيتوا أو لا في أي مدينة صيفطتكم غادي تخدموا فيها. إذا إخواني هذا هو الطريقة ديال هذا الإرسال الطلب والوثائق وكذلك البريد الإلكتروني الخاص بهذا الشركة هذه باش تصيفطوا لها وتخدموا فيها. إذا أخواني هذا هو الإعلان ديال اليوم، هذه هي فرصة العمل في الأسواق ديال بيم في جميع أنحاء المغرب براتب 3200 درهم شهريا. حاولوا أنكم توجهوا الوثائق توجهوا السي في ديالكم وجوا الإيميل غنحط لكم في صندوق الوصف، أرسلوا الطلب ديالكم ومرة مرة حاولوا أنكم تقلبوا جيميل ديالكم غادي يصيفطوا لكم وغادي يجاوبكم بيم. كنتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.